أكيد تابعنا مباراة فريق الرجاء الرياضي ومضيف نادي الأهلي المصري لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب السلام بالقاهرة مساء السبت. فأعتقد على أن المباراة فنيا وتقنيا لم ترتقي إلى مستوى التطلعات من الجانبين. فريق الأهلي دخل المباراة بطريقة جيدة، استطاع أن يسجل هدفين. فريق الرجاء كذلك استعاد ربما الثقة واستطاع أن يعود في النتيجة بتسجيل هدف تقليص الفارق. كذلك شاهدنا التألق الكبير لحامي علينا النسور أنس الزنيتي الذي قدم مباراة كبيرة جدا وكان سدا منيعا أمام الفريق القاهري. كذلك أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن الحكم كذلك كان بطل هذه المباراة، لأن الحكم ظلم الرجاء بشكل كبير. نتحدث عن إعلانه عن ركلة جزاء، لما شاهدنا الإعادة من أكثر من زاوية تأكد على أنها غير صحيحة وغير شرعية للأهلي المصري. كذلك تغاضيه عن بطاقة حمراء كانت واضحة للاعب الأهلي نياغ، اللي كان على الأقل لازم أن يشهر في وجهه البطاقة الحمراء بشكل مباشر بعد تدخل عنيف في حق لاعب الرجاء، واكتفى بالبطاقة الصفراء. فأعتقد أن الحكم كذلك في غرفة الفار، حكم مهدي عبيد اللي عنده سوابق كثيرة ومشاكل كثيرة وأثار الجدل في مناسبات عدة، كذلك اليوم ساهم في هذا الظلم التحكيمي الذي تعرض له الرجاء. لكن على أي تبقى نتيجة 2-1 نتيجة جيدة. مساء الخير. أن يتمكن الفريق الأهلي من تحقيق نتيجة إيجابية في مسألة عادية جدا، لأنه نادي كبير على جميع المستويات. أن يتمكن فريق الرجاء البيضاوي من العودة بنتيجة إيجابية من قلب القاهرة مسألة كذلك عادية، لأنه سبق له أن حقق ذلك في أكثر من مناسبة. لكن أن تحدث أخطاء تحول اتجاه من الحديث عن المباراة إلى أشياء أخرى فهذه حقق أمر غير مقبول تماما. ضربة جزاء خيالية على جميع المستويات، يعني خطأ تحكيمي فادح ساهم فيها، كذلك خطأ على مستوى غرفة الفار، خطأ تطرح التساؤلات الآن حول أسبابه ودوافعه، لأنه لم يكن يعني سليما أو عاديا، لأن تقنية الفار فهي جاءت لتقدم الصورة من مختلف الزوايا لتساعد الحكم على اتخاذ القرار المناسب، إلا أن للأسف فالتقنية التي توفرها كل الشروط لتقديم عمل جيد لم تكن متوفرة، وبالتالي أصبح يطرح تساؤل حول مصداقية الأعضاء الذين تواجدوا في غرفة الفار. نفس التغليط كذلك مارسوا للأسف مخرج التلفزي قدم لقطة من زاوية واحدة فقط، يعني تجنب تقديم يعني اللقطة من زاوية أخرى تظهر أن الكرة لمست رجل لاعب وليس يده، وبالتالي فإن الظروف كلها في حقها لم تكن عادية جدا، وطرحت قلت أسئلة مشروعة جدا. باستثناء ذلك فالأهلي استحق نتيجة الفوز، سيطر في الجولة الأولى على وسط الميدان، استغل بتفوق ارتباك لاعبي الرجاء وسوء تموضعهم على مستوى خط الدفاع. في الجولة الثانية تمكن رشيد الطوسي من استعادة وعيه التقني، قام بتغييرات، أحدث كذلك تغيير على مستوى التموضع، رسم تكتيكي مغاير للجولة الأولى، فتحسن أداء الرجاء واستطاع أن يقدم شوطا ثانيا في المستوى، أحرج بالفعل فريق الأهلي بميدانه. جاء هدف زريدة من الآن نتوقع أن يكون له تأثير على مجريات المباراة الإياب بالدار البيضاء. رغم الطرد المستحق فإن فريق أداء الرجاء كان متوازنا، أحرج كما قلت لاعبي الأهلي. كان بإمكان فريق الرجاء العودة للمغرب بنتيجة التعادل، واستغل الشاب الهبطي الذي دخل كاحتياطي في الدقائق الأخيرة انفراده بالحارس المتألق الشناوي، إلا أن هذه الفرصة ضاعت لتنتهي بالمباراة بفوز مستحق لفريق الأهلي باستثناء عملية ضربة الجزاء التي أعلنها الحكم. بداية الحديث عن مباراة العودة، مباراة فريق الرجاء الرياضي والأهلي المصري، بطبيعة الحال ستكون مباراة قوية ومختلفة تماما عن مباراة استاد السلام التي شاهدناها بالأمس، وبالعودة إلى مجرياتها يعني صراحة الكل تحدث والكل رأى يعني الركلة الجزاء بين قوسين الفضيحة التي يعني كانت أثارت العديد من علامات الاستفهام، سبب الإعلان عنها وسبب التحايل في إدراجها عبر غرفة الفار. المشكل هنا ليس في ركلة الجزاء فقط، بل الدفاع عن أحقية هذه الركلة.
يعني صراحة فريق الأهلي هو نادي كبير جدا، الكل يعلم بأن النادي الأهلي من الألقاب، له من الألقاب ما يضاهي به يعني أندية عالمية، لا يعني يحتاج إلى أي مساعدة تحكيمية أو شيء من هذا القبيل. وطبعا يعني هنا لا نتهم الأهلي، هذا يعني خارج عن السياق، وإنما نتحدث عن مساعدة الحكام أو الحكم للأهلي في هذه المباراة عن طريق الإعلان عن هذه الركلة. شاهدنا ركلة الجزاء الثانية، لمسها الهدودي بيده، لم يحتج أحد، لم يتحدث أحد إلى الحكم، لم يقل أحد بأن الهدهود لم يستحق بطاقة حمراء، لكن الركلة الأولى كانت يعني كارثية بكل المقاييس، كيف تم التلاعب بالإخراج، وحتى أن الحكم الجزائري الذي كان يتواجد في غرفة الفار معروف يعني بمشاكله، وكان موقوفا قبل ذلك، وحتى الحكم الكونغولي الذي له سوابق مع الكرة المغربية كيف يعني ساهم في إقصاء الوداد السنة الفارطة أمام كايزر تشيفز، ماذا فعل مع فريق النهضة البركانية. كل هذه الأمور يعني تجعل مباراة العودة ستكون مباراة يعني أعتقد أنها بحماس أكبر، ندية أكبر، و سنتمنى ان لا تكون بانفعال اكبر. فريق الرجاء سيبحث بكل ما اوتي من قوه طبعا، فهذه المعطيات قد يعني ساهمت في ان الفريق له الان من الحوافز ما يجعله يتاهل اكبر من ان يكون خسر 100% بالكره. لا نتحدث عن المعطيات التقنيه، المعطيات التقنيه شئنا ام ابينا هناك بعض الاخطاء التي يجب ان تصحح. فريق الاهلي سيطر فعلا في الميدان، فريق الاهلي وصل الى المرمى ربما اكثر من 3 أو 4 مرات اضعاف فريق الرجاء الرياضي. صحيح فريق الرجاء اتته فرصه في اخر الدقائق، كان او كاد ان يقتنص هدف التعادل، لكن نتحدث على ان فريق الاهلي فريق يعني تميز بمستوى كبير جدا، حتى ان بيرسيتاو الذي كان يلعب او كان يؤدي بشكل غير يعني مقنع في المباريات الأخيرة أدى إحدى أكبر أو أفضل مبارياته في الـ يعني اللقاءات الأخيرة للأهلي. إذا كل هذه العوامل، مباراة الذهاب، العوامل الخارجية، العوامل التحكيمية، الجمهور الذي سيكون يعني كما يعلم الجميع فوق ما نتصور، يعني الملعب مملوء عن آخره ربما مع العصر، فكل هذه العوامل ستجعل من لقاء العودة يعني لقاء كبير جدا. مع التذكير مرة أخرى أن نادي الأهلي وفريق الأهلي وفعالية الأهلي، صحيح أن من الممكن أن الجمهور يعني يدافع على بعض النقاط، يتحدث عن بعض النقاط من باب يعني الرغبة في الفوز، الرغبة في الانتصار مهما كانت يعني الطريقة، لكن لا يجب أبدا أن ندافع عن الظلم وأن ندافع عن الأمور الغير صحيحة. شاهدنا أن فريق الأهلي كيف قبل 5 أو 6 سنوات ماذا فعل تجاه الحكم غاساما، الذي لحد الآن أتحدى لحد الآن أي أحد أن يأتينا بخطأ واحد قام به غاساما في خلال ذلك النهائي، ومع ذلك كانت هناك احتجاجات وأحاديث وأقاويل كثيرة جدا. إذا لو ما قام به الحكم ضال بالأمس مع الرجاء، قام به الحكم غاساما في المباراة، مباراة نهائية، فماذا سيكون أو ستكون ردة فعل؟ لذلك نتمنى أن تسود الروح الرياضي في مباراة العودة، وأن يكون التحكيم نزيها وعادلا لكي يتأهل من يستحق، وبالتوفيق للفريقين.